الشارع اللي هو فرمك شارع محطة العقل. يا عماد أساسية واجبات عليكم كحكومة. هذا احنا مش بلاطقة عشان نقطع الطريق، لكن انتم ما تفهموا ولا تسمعوا. قلنا علوا عسى الدخان والنار هذه ترويكم ان احنا موجودين. يعني هذه رسالة مبدئية، ان نبغى كهرباء يعني ونبغى خدمات، ما يعني ما نشتيش احنا، ما قلنا لكم سووا لنا قصور ولا ترف اللي انتم عايشين فيه، خليتوا احنا عايشين بقرف، ولا تشو تردعون احنا زي فرنسا بنرجع امها فرنسا. اعتبروا تهديد، اعتبروا اللي تشتوا. بسم الله.